أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد لسكان مدينة غزة طريقين لمغادرة المدينة جنوبا لساعات محدودة، وهو أمر وصفته الأمم المتحدة بأنه جريمة ضد الإنسانية. وجاءت خطوة الجيش الإسرائيلي دون أن يعلن وقفا لإطلاق نار في تلك المرحلة، وذلك بعد يوم من قصفه ناقلة نازحين أودى بحياة أكثر من 70 شخصا غالبيته من النساء والأطفال. تحذيرات دولية وأممية عدة صدرت خلال الساعات الأخيرة على خلفية دعوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان شمال قطاع غزة الذين يقدر عددهم بأكثر من 1,000,000 شخص بالإجلاء، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أكد أن هذا الإجلاء أمر خطير للغاية ويكاد يكون مستحيلا. وقال بوريل في تغريدة عبر منصة إكس تويتر سابقا إنه يقر بشكل كامل تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن إجلاء 1,000,000 مدني من شمال غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان لا ماء به ولا شراب ولا مأوى في منطقة تحت الحصار أمر فيه خطورة بالغة. بدوره دانا مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا القرار الإسرائيلي، وقال في بيان نشره على حسابه في تويتر إن هذا الإجلاء يخالف قوانين الحرب ولا إنسانية، كما شدد على أن غزة تحولت إلى منطقة حرب حيث دمرت الطرقات والمنازل ولم يعد هناك مكان للجوء إليها. وأكد جريفيث أن حث المدنيين نساء وأطفال على الانتقال من منطقة مكتظة إلى أخرى دون وقف إطلاق النار أو مساعدة أمر مروع وخطير للغاية. إلى ذلك حذر من أن تنفيذ هذا الإخلاء بلا ممرات آمنة أو دعم إنساني ستكون له تداعيات كارثية. من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو الهاوية. وأضاف الوزير في بيان أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجبارها لسكان القطاع على مغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيه حربها على القطاع خرق فاضح للقانون الدولي. الخارجية المصرية كانت في صدارة الجهات الرسمية التي حذرت من هذا الإجراء الذي من شأنه أن يعرض حياة أكثر من 1,000,000 مواطن فلسطيني للخطر ويشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنسانية. أتت تلك التحذيرات فيما أشارت التقديرات خلال الساعات الماضية إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين توجهوا جنوبا من شمال غزة في أعقاب الأمر الإسرائيلي وفقا للأمم المتحدة التي قالت إن أكثر من 400,000 فلسطيني نزحوا داخليا بسبب الأعمال القتالية قبل هذا التوجيه. وكان الجيش الإسرائيلي قد حث كافة سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم وتوجه جنوبا وعدم العودة قبل إبلاغهم، ما يعد أشبه بتهجير قسري للمدنيين وتفريغ للقطاع الذي يضم نحو 2,200,000 نسمة.